مهملة كانت لسنوات، أحاطها العشب والنسيان وتأكلها الغبار، لكنها أخيرا وجدت من يسأل عنها. هي كنيسة سيدة النجاة في ليسا، كنيسة نالت نصيبها من الاضطهاد والتشويه، لكنها صمدت، واليوم قرر أبناؤها الانتفاضة على واقع مرير فرض عليهم، فعمدوا برفوشهم ومعاولهم إلى رفع الحصار عنها. من كل المناطق اللبنانية أتوا، لأن ما يجمعهم قضية واحدة. مجموعة نشطاء من المجتمع المدني من مختلف المناطق اللبنانية، ما بنقبل أنه اليوم من فترة يجي حزب معين يخلق مشاكل، يخرج هالمنطقة من حماية وسلطة الدولة وهو يعرض حمايته وسلطته. ما حدا بيقدر يمنعنا من أنه نوصل على كنيسة، مثل ما نحن ما بنسمح لأي حدا يمنع واحد يوصل على الجامع. مش عارفين شو في ساعة بيقولوا لك مربع أمني، إذا كان حقيقة مربع أمني نحن هون ما حدا بيقلنا أنه ممنوع تجوا. سلاحنا هو مسبحتنا، وسلاحنا هو صليبنا، علامة فرحنا وانتصارنا ورجانا. كل إنسان منا هو صليب إذا فتح إيديه، ونحن جايين نفتح إيدينا تنقول للكل نحن منحب الجميع، ونحن بدنا الجميع كلهم يتكاتفوا، ما حدا فوق حدا ولا حدا أقوى من حدا ولا حدا بيقدر يزيح حدا. والإيد اللي بتهدد بالتكسير دايما رح تلاقي إيد أقوى تكسرها. ساعات النايب سيمو أبي رامي أجا مع مجموعة فترة من فترة واستلموا المفتاح وفتحوا الكنيسة وفاتوا على الكنيسة. بتصور نحن مثلهم، يعني ما بعرف ليه اليوم الكنيسة مسكرة ما فينا نفوت عليها، والمفتاح ما بنعرف مع مين، مضيعينه على ناس ولايقينه لناس تانيين. لولا حماية القوى الأمنية والجيش لما استطاع أصحاب هذا التحرك الوصول إلى الكنيسة، هذا ما أخبرونا به، علما أن تغييرا طرأ على البرنامج المقرر بحيث ألغي القداس الذي كان من المفترض إقامته في الكنيسة. الكنيسة هذه منا مؤهلة بعد، بدأ تكريس وبدأ الشكتيري، ما فينا نحن نقدس فيها إلا بأمر من السلطة. غابت فعاليات ليس الرسمية عن المناسبة، ولكن وحده وجها مألوفا بالنسبة إلينا كان حاضرا، شرطي البلدية الذي شارك في الاعتداء علينا منذ فترة. تحرك لم يقتصر فقط على الصلاة ورفع الصليب على قبة الكنيسة، إنما أيضا تضمن غداء قرويا أعده أهالي ليسا والجوار احتفاء بالضيوف. الكنيسة مقفلة ومفاتيحها ضائعة مع ناطور، وليس ناطورة المفاتيح كما يردد الأهالي، على أمل أن يأتي يوم وتفتح أبوابها بمعية المسؤولين الذين وعدوا بإعادة الحق لأصحابه. من ليسا، جويس عقيقة، MTV.